بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هدى جميل، استشاري علم النفس وعلم الاجتماع. إن شاء الله هنتناول مع بعض موضوعات مهمة تخص المرأة زي العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج المبكر، وسنتناول موضوعات أخرى فيما بعد. في البداية هنتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهنبين الفرق بين النوع وبين الجنس. يعني إيه النوع؟ النوع هو الأدوار والمسؤوليات بين الرجل وبين المرأة، بتكون متغيرة طبعا باختلاف الراجل وباختلاف الست، وبتتغير على حسب القيم الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع، ويمكن أن تتغير من زمن إلى آخر ومن وقت إلى آخر. أما الجنس فهو مفهوم بيشير إلى الصفات البيولوجية التي يولد بها الإنسان والتي لا يمكن أن تتغير، فالجنس بيكون ثابت وليس متغير على عكس النوع، النوع بيكون متغير وليس بثابت. أما الجنس فهو ثابت لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى ولا يمكن تغييره، زي مثلا النساء بيقوموا بدور مثلا الحمل والرضاعة وفترة الحيض، فهذا الدور لا يمكن أن يقوم به الرجل. أما الرجل بيقوم بالقدرة على الإغصاب، فلا يمكن أن تقوم المرأة بهذه العملية. لكن الدراسات الخاصة بتحليل الثقافات الأخرى أثبتت بأن تقسيم الأدوار بين الرجل وبين المرأة بيكون من جهة المجتمع أو من جانب المجتمع أكثر من كونه متمثل في الصفات البيولوجية بين الرجل والمرأة. ولذلك قام المجتمع بمؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بتوسيع الأدوار، لكن الدراسات الخاصة بتحليل الثقافات المختلفة أظهرت بأن هذا التقسيم جاء من جهة المجتمع أكثر من كونه جاء نتيجة التغيرات البيولوجية بين الرجل والمرأة. وبناء عليه قام المجتمع بعملية اسمها عملية ان هو هيقسم الادوار او يعيد تقسيم الادوار. فقام المجتمع بمؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بتقسيم الادوار بين الرجل والمرأة، وبيتبين من ذلك ان تقسيم الادوار بين الرجل والمرأة بيختلف من مجتمع لاخر ومن زمن لاخر. بعد كده هننتقل لحاجة تانية اسمها الفجوة النوعية. بيقصد بالفجوة النوعية هي حجم الفوارق بين الرجل وبين المرأة. حجم الفوارق بين الرجل والمرأة بيتم التقسيم بناء على الجنس، وبناء على الجنس ده بيؤثر على عملية التنمية. فالمجتمعات لا تحقق معدلات مرتفعة من عملية التنمية إذا كان هناك فجوات نوعية بين الرجل وبين المرأة. بترجع الفجوات النوعية إلى نوع المعاملة التمييزية. يعني إيه المعاملة التمييزية؟ إحنا في مجتمعات بتفضل الذكور عن الإناث، زي مثلا بيوجد في بعض الأسر أو في بعض المجتمعات بتفضل الذكور على الإناث، زي مثلا إن المجتمعات أو الأسر دي بتحرم البنت من حقها في التعليم أو مثلا من حقها في العمل، فبيؤدي ذلك إلى إحساس المرأة عموما بالاتكالية والاعتمادية. يعني إيه الاتكالية والاعتمادية؟ يعني المرأة عموما بتفضل بحاجة إلى أبائها أو أخوانها أو أزواجها في تلبية احتياجاتها الأساسية. في حالة لو لا قدر الله مثلا الدخل الاقتصادي اتمنع عن الست، سواء كان لسبب الوفاة أو لسبب الطلاق، فبتصبح السيدة هي العائل الوحيد للأسرة أو لأفراد الأسرة، فبتبدأ الست إن هي تندمج في المجتمع وتخرج إلى سوق العمل وهي غير مؤهلة، أي يعني هي مش مؤهلة ان هي تشتغل، ولا مثلا من ناحية التعليم ولا من ناحية ان هي تقدر تتعامل مع الناس بطريقة ايجابية. فبتبدأ الست ان هي بتتقبل وظائف هامشية وبتحقق معدلات بطيئة، فعلا بطيئة جدا من الانتاجية. يعني ايه بتحقق معدلات بطيئة من الانتاجية؟ يعني بتبدأ تشتغل شغلانات بسيطة مش بتكفي احتياجات الاسرة، وده بيدخل الست وافراد الاسرة او اطفالها الى دائرة الفقر. تقسيم الادوار على حسب الجنس ده بيفرض على المرأة محددات معينة او احاسيس معينة، زي مثلا ان الست بتحس بعدم تقديرها لذاتها وبتحس بالضعف وبتحس بالحاجة
بالحنان وبالتضحية طول الوقت، على عكس الرجل طبعا بيحس بالمنافسة وبيحس بالعقلانية والقدرة على اتخاذ القرار. كيف نتغلب على الفجوات النوعية؟ قبل تنفيذ عملية المساواة لسد الفجوات النوعية أو لتغطية الفجوات النوعية ومواجهتها والتغلب عليها، هنناقش بعض المفاهيم زي التخطيط النوعي. بيقصد إيه بالتخطيط النوعي؟ التخطيط النوعي هو التخطيط من منظور النوع، لازم نأخذ في الاعتبار الأدوار والاحتياجات الاستراتيجية القائمة على النوع وإزاي هنطبقها بالنسبة للأفراد. بعد كده هننتقل لمرحلة تانية هي مرحلة المساواة. يعني إيه مرحلة المساواة؟ يعني المساواة بين الرجل والمرأة، زي مثلا حق الست في إن هي تتعلم وإن هي تشتغل وإن هي تخرج بره دائرة المنزل عموما. المساواة والنوع بيقصد بيها المساواة بين الرجل وبين المرأة، أي عدم التمييز والقدرة على الانتفاع بثمار التنمية، وده بيؤثر على الأسرة بوجه خاص وعلى المجتمع بوجه عام. بعد كده هننتقل إلى العدالة والنوع. يعني إيه العدالة والنوع؟ لا تعني العدالة بالضرورة المساواة، ولكنها بتعني إحقاق الحق حسب النظام القانوني. يعني إيه؟ يعني إن أنا بقنن ممارسات غير متساوية على أساس النوع في توزيع المنافع والمستويات بين النوعين من خلال تعديل الظروف الاجتماعية والتغلب عليها. بعد كده هننتقل إلى نقطة التمييز النوعي. يعني إيه التمييز النوعي؟ التمييز ضد الإناث هو شكل من أشكال التمييز النوعي، وهو سلوك متصل بيبدأ من المهد وينتهي إلى اللحد. هناك شواهد عديدة بتؤكد أن التمييز بيمتد قبل الولادة، يعني أما يكون الطفل لسه جنين في بطن أمه، ده بيكون اسمه تمييز نوعي. هناك العديد من المؤشرات للتعرف على مدى التمييز ضد الإناث من المهد إلى اللحد، أو قلنا زي مثلا منذ الولادة وحتى الممات. هننتقل إلى عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. إحنا لازم يكون عندنا تكافؤ في الفرص بين المرأة وبين الرجل. عدم المشاركة ده بيؤدي إلى إيه؟ عدم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بيعتبر من أبرز وأوضح الفجوات النوعية السائدة في المجتمعات. بتعتبر مشاركة المرأة في القرارات الخاصة بتلبية احتياجات الأسرة، بيعتبروا إن دي مشاركة سلبية من جهة المرأة. أما المساواة في المشاركة بنقصد بيها مساواة النساء مع الرجال في عملية صنع القرار، ودي بتكون مشاركة إيجابية. عدم المساواة بين الجنسين، قلنا الفرق الوحيد بين الأولاد والبنات بيتعلق بالبناء البيولوجي أو الصفات البيولوجية بين الرجل والمرأة، زي قلنا مثلا الحمل والرضاعة ده دور بتقوم به المرأة، أما القدرة على الإخصاب فده دور بيقوم به الرجل. مشاركة المرأة أو تساوي الفرص بين الرجل والمرأة في المأكل والمشرب والملبس، فده بيؤثر على الأسرة بوجه خاص وبيؤثر على المجتمع بوجه عام. التنشئة الصحية والجسدية والنفسية السليمة للمرأة وللرجل، ده بينعكس على الأسرة عموما وعلى المجتمع ككل. المساواة بين الذكور والإناث هي ضرورة حست عليها كل الأديان، بما معنى ان كل الأديان السماوية حستنا على اننا لازم نساوي بين الفرص بين ولادنا وبين بناتنا، ان انجاب الذكور او الإناث ليست من قبل أحد الأبوين، ولكن هي هبة من الله سبحانه وتعالى لا دخل للإنسان بها. مساوتك بين ابنك أو بنتك في المعاملة عموما هي بتخلق عندهم الحب دايما، وبتأدي على الكراهية والبغضاء. العنف القائم على النوع الاجتماعي، إن العنف ضد المرأة هو من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، وبيشكل مشكلة صحية وعائق أمام التنمية وأمام عدم المساواة والأمن والسلامة. إن المفهوم العام للعنف القائم على النوع الاجتماعي هو العنف اللي بيمارسه الفرد المالك للقوة أو المالك للسلطة على فرد آخر، بيعتقد أنه شخص ضعيف وغير قادر على التصدي للعنف. العنف ضد المرأة في مصر، غالبا ما تتعرض النساء في مصر لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بسبب أن الست دايما في مصر بتعتمد على زوجها اعتماد كلي، وبيعتمدوا على أبائهم اعتماد كلي، زي مثلا بيعتمدوا على تلبية احتياجاتهم الأساسية. احتياجاتهم الأساسية زي مثلا اللي بتتمثل في المأوى والمسكن والمشرب والملبس والحياة الأساسية بوجه عام.
بيانات من مصر. أظهرت بيانات من المسح الديموغرافي أن واحدة من كل 3 سيدات بتتعرض إلى العنف الأسري بوجه عام، زي مثلا بينوا أن النسب أن 90% من السيدات المتزوجات في مصر بيتعرضوا إلى العنف الجسدي. بيتمثل العنف الجسدي هنا في ختان الإناث في مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ دي بتكون في المرحلة المبكرة للمرأة بوجه عام. أقرت 47% من النساء المتزوجات أنهن تعرضن إلى العنف الجسدي. 33% تعرضوا إلى العنف على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين. أما 1.3% هم الذين لجأوا إلى مركز الشرطة وطلبوا المساعدة من الشرطة، وكانت نسبة ضئيلة نظرا لنظرة المجتمع إلى المرأة، وإن الستات دايما عموما في مجتمعنا المصري بيخافوا إن هم يبلغوا عن أي حالة بيتعرضوا ليها، خصوصا العنف من جهة الأقارب. أكثر من نصف الفتيات غير المتزوجات في مصر أقروا بأنهن تعرضن للعنف على يد أبائهن وإخوانهن. تم إجراء مسح للرأي العام من قبل المجلس القومي للمرأة على عينة بتبلغ عددها 13500 من الإناث، وتبين أن 88% من الإناث تعرضنا إلى الختان، و 38% من الإناث تعرضنا إلى الزواج المبكر، و 82% تعرضنا إلى التحرش. وكانت هذه الدراسة في عام 2012. استشهدت منظمة الأمم المتحدة بتصريح منسوب لوزارة الداخلية بأن عدد الحالات الاغتصاب في مصر عام 2008 بلغت 20,000 حالة، مع الوضع في الحسبان بأن عموما المرأة عموما في المجتمع المصري بتخاف إن هي تروح تبلغ على حالات الاغتصاب. فكثير من الأسر قد تكون الفتاة تعرضت إلى الاغتصاب أو التحرش ولكنها بتفضل بعدم الإبلاغ. أنماط وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. أول حاجة، أين يحدث العنف؟ العنف ده بيحصل فين؟ أول حاجة بيحصل في نطاق الأسرة وبيحصل في إطار المجتمع العام، والعنف اللي بيرتكب من جهة الأنظمة. أول حاجة هنقول العنف اللي بيحدث في نطاق الأسرة أو هو بيقصد به العنف الأسري، بيتضمن زي مثلا الضرب أو الاعتداء على الأبناء، زي مثلا أما يكونوا سواء كانوا الأبناء الإناث أو الأبناء الذكور. وبيتمثل أيضا العنف داخل الأسرة في الزواج مبكر أو حرمان الأنثى أو السيدة من حقها في التعليم أو من حقها في المشاركة في الحياة العملية بوجه عام. بعد كده هننتقل إلى العنف اللي بيمارس في المجتمع، زي مثلا حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش. العنف الذي يرتكب من قبل الأنظمة بيقصد بها القوانين والتشريعات التي تكون جائرة على حقوق المواطنين. أنماط العنف: العنف البدني، العنف الجنسي، العنف النفسي والعاطفي، والعنف الاقتصادي، والعنف الاجتماعي. أول حاجة العنف البدني، زي مثلا الصفع واللطم والدفع والخنق والهز والبصق واستخدام الأسلحة وختان الإناث، بيعتبر برضو من العنف البدني نظرا للأثار اللي بيتركها موضوع ختان الإناث على السيدة أو على المرأة بوجه عام، سواء كانت قبل الزواج أو كان بعد الزواج. هذه الأشكال قد تتسبب أو قد لا تتسبب في أثار جسيمة. العنف الجنسي بيتمثل في الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداءات الجنسية، أو إذا السيدة أثناء ممارسة العلاقة أو إجبارها على فعل شيء ما وهي لا ترغب به. ومن أشكال العنف الجنسي بالنسبة للمرأة إجبارها على ممارسة الجنس دون حماية من الحمل أو من العدوى. بيتمثل العنف الجنسي أيضا في الزواج القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري وتشويه الأعضاء التناسلية، زي ما قلنا إن هو مثلا زي ختان الإناث. بعد كده هننتقل إلى العنف النفسي والعاطفي، زي إيه؟ إن أنا ممكن أأذي الست اللي قدامي أو المرأة عموما بوجه عام من الجهة النفسية أو الجهة العاطفية، إن أنا مثلا أبدأ أناديها بأسماء غير محببة ليها أو بنتقدها مرارا وتكرارا، يعني بفضل أنتقد في الست طول الوقت. بعد كده بهدد الست دي إن أنا هقدر أأذيها هي وأطفالها. بعد كده إن أنا ممكن أهددها إن أنا هقدر أخلصها من حاجات مثلا هي بحبها، او بهددها ان انا بدمر لها اشياء هي بتهمها. او ختان الاناث، ختان الاناث بيعتبر من العنف البدني ومن العنف الجنسي ومن العنف النفسي او العاطفي، نظرا للاسباب النفسية اللي بتتأثر بيها الست نتيجة عملية الختان.
من الآثار النفسية المترتبة على العنف وأشكاله إن الست دايما بتحس بإنكار الذات والاتكالية والاعتمادية، إن هي دايما بتحتاج لحد تاني إن هو يلبي احتياجاتها ومتطلباتها، وبتحس بعدم تقدير الذات وعدم تحملها للمسؤولية والقلق والتوتر بوجه عام، والخوف من الآخرين والخوف من المستقبل بيبني عندها حاجز الخوف من المجتمع بوجه عام، بيبدأ عندها إن هو بيدخلها في حالة من الاكتئاب وحالة من التوتر الشديد والقلق. من أشكال العنف النفسي والعاطفي السلوكيات المسيطرة. يعني إيه السلوكيات المسيطرة؟ يعني مثلا إن إحنا ما نسمحش للست دي إن هي تخرج من المنزل، أو إن هي ترى الأهل أو ترى الأصدقاء. في كثير من الأحيان بنشكك في وفاء الست أو بنتهمها بالخيانة، وأحيانا بتكون ما قامتش بالفعل ده، لكن ده بيكون من السلوكيات المسيطرة في المجتمع بتاعنا، أو عدم السماح لها بالحصول على الرعاية الصحية. العنف الاقتصادي بيتمثل في حجب المال، إن أنا ببدأ أمنع عن الست دي إن هي تصرف على متطلباتها الشخصية أو على متطلبات البيت أو على متطلبات أولادها، أو ببدأ أمنع الست من الخروج إلى العمل، أو بمنعها إن هي تشارك في عملية التعليم، أو عدم مشاركتها في القرارات المالية، أو عدم توريث المرأة، أو عدم العدالة في التوريث. زي مثلا إن أنا بحرم الست من الميراث بتاعها وبفضل الذكور عن الإناث، فببدأ إن أنا أحرم المرأة دي من حقها في الميراث، أو بوزع الميراث بشكل غير عادل. المفروض إن الذكر أو الرجل عموما بياخد قد الست مرتين، ففي المجتمعات بتاعتنا احيانا بيمنعوا عن الست ميراثها كله بوجه عام، او ان انا بترك الست بدون مال او بدون انفاق. الزواج المبكر في المجتمعات العربية، معظم المجتمعات بتفضل ان هي بتجوز البنت في سن مبكر، والبنت بتكون غير مؤهلة ان هي تبني اسرة، او ان هي يكون عندها القدرة على الانجاب وتربية الابنية. بيكون الزواج المبكر بيتمثل في ان انا بجوزها قبل سن 18 عام او قبل 20 عام. لازم نذكر ان المساواة بين الاناث وبين الرجال، او بين الذكور وبين الاناث، هي ضرورة حست عليها كل الاديان السماوية، سواء كانت الديانة المسيحية او الاسلامية او اليهودية. مساواتك بين ابنك وبنتك في المعاملة، سواء كانت داخل الاسرة او خارج الاسرة، دي بتولد عندهم ان هم بيكون في محبة بينهم وبين بعض، وبيتخلصوا من الكراهية والبغضاء. بعد كده ان انجاب الاناث او انجاب الذكور هي هبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد دخل للزوجين في تحديد جنس المولود. لا فرق بين الولد والبنت في الأدوار الاجتماعية أو في المسؤوليات الاجتماعية، فقد تصبح البنت مثلا طبيبة أو وزيرة أو قاضية زيها زي الولد بالظبط. ناقشنا مع بعض أنماط وأشكال العنف، والتي كانت متمثلة في العنف البدني والعنف الجنسي والعنف النفسي والعاطفي والعنف الاقتصادي والعنف الاجتماعي. من الممارسات الضارة ضد المرأة الزواج المبكر وختان الإناث. هنتناول الزواج المبكر. يعني إيه الزواج المبكر؟ عموما السن المناسب لزواج الفتيات بيكون من 18 سنة أو أكتر. قد يؤدي الزواج المبكر أو الإنجاب في سن مبكر إلى مشاكل صحية بتؤثر على الأم وبتؤثر على الجنين أو المولود، زي ممكن إن المرأة بتتعرض إلى حالات الإجهاض المتكرر أو مشاكل صحية زي مثلا تسمم الحمل أو النزيف. أما بالنسبة للجنين فقد بيتعرض إلى مشاكل صحية زي مثلا بتزداد معدل الوفيات إذا كان عمر المرأة صغير أقل من 18 عام. ينبغي علينا الحصول على المشورة قبل الإقدام على الزواج. يعني أنا مثلا ما ينفعش أجوز بنتي قبل ما تتم 18 سنة، نظرا للأسباب الصحية والنفسية اللي بتؤثر على المرأة بشكل عام، وإن المرأة عموما في فترة المراهقة، البنت كده بتكون في فترة المراهقة سن 18 سنة أو أقل من 18 سنة، بتكون غير مؤهلة ان هي تبني بيت واسرة، زي مثلا ان هي بتكون غير مؤهلة لتربية الابناء او لتحمل اعباء الحمل والرضاعة. الزواج المبكر بيدمر المرأة
صحيا واجتماعيا، بتتعرض الفتاة لكثير من المخاطر الصحية اللي بتتعلق بعملية الزواج المبكر واللي بينتج عليها انجاب مبكر، زي مثلا ان هي بتتعرض للنزيف او الاجهاض المتكرر والولادة المتعسرة او الولادة الصعبة او مشاكل بتحصل للست اثناء الولادة او بتحصل للجنين اثناء الولادة او بعد الولادة. اثبتت الدراسات ان 88.4% من السيدات المتزوجات في سن المراهقة بيحدث لهن العديد من المشاكل الصحية، وبتواجه الست صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة اللي بتتناسب مع حالتها، بينما بتزداد نسبة حدوث الإجهاض وبيحدث مضاعفات للحمل والولادة في هذه الفئة العمرية. كما بيزداد معدل وفيات الأطفال الرضع، زي مثلا ان هي الست دي ممكن تبدأ تفقد أولادها في سن أقل من 5 سنوات. الزواج في السن المبكر بيرتبط ارتباط وثيقا بازدياد حالات العنف اللي بتتعرض ليها الست بوجه عام، زي مثلا ان هي بتتعرض للعنف من جهة الأسرة او من جهة الزوج، خاصة لو الست دي اتأخرت في الحمل شوية بتبدأ تتعرض للعنف من جهة الزوج بطريقة اكتر ضرر على الست دي. الفتاة الصغيرة او الفتاة التي لم تصل الى عمر 18 عام لا تستطيع التكيف مع الحياة الاسرية بوجه عام، او بتواجه مشكلة وهي عدم التفاهم مع زوجها نتيجة لان سن الست كان صغير، ان هي بتبلغ من العمر اقل من 18 عام، فده بتكون الست اصلا غير مؤهلة انها تتعامل مع الزوج. افتقار الفتاة لمستوى النضج المطلوب على كافة المستويات بيؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق أو ارتفاع المشكلات الأسرية. الزواج المبكر بيؤدي إلى ضياع حقوق الفتاة أو ضياع حقوق الزوجة دي، زي مثلا إن أنا قلت مثلا إن السن القانوني إن أنا أجوز بنتي يكون مثلا أكثر من 18 عام، من أول بداية من 18 عام لفيما فوق. لو أنا جوزت بنتي في سن أقل من 18 سنة بيبدأ يحصل مشاكل، زي مثلا إن أنا بحرم بنتي من حقها في التعليم أو حقها إن هي تشارك في العمل بوجه عام. ضياع حقوق الفتاة في التعليم والعمل واجتياز الزوج المناسب، لذلك فإن تعليم الفتاة بيضمن لها حياة مستقرة وبنضمن إن الست دي هتقدر تكون حياة أسرية سعيدة. زواج البنت مبكرا عن السن المناسب للزواج اللي هو من 18 ل 20 سنة لا يعني التخلص من مسؤوليتها، يعني مش معنى ان انا جوزت بنتي وهي اقل من 18 سنة يبقى انا خففت الاعباء عليا او المسؤولية من على بنتي، بل بالعكس بتزداد المشاكل بالنسبة للأسرة. زي مثلا انا جوزت بنتي اقل من 18 سنة فبيبدأ يحصل مشاكل داخل الأسرة، او لا قدر الله ان هي اتعرضت للطلاق فانا ببدأ اشيل مسؤولية بنتي وأطفالها. زواج البنت عموما بيمثل خطر على صحتها وبيمثل خطر على الأطفال اللي هي بتنجبهم، وبيعرض الست بوجه عام لمشاكل صحية ومشاكل اجتماعية، زي مثلا ان انا بجوز بنتي اقل من 18 سنة فتبدأ البنت ان هي تنجب ابناء ايا كان، لو هم مثلا تعرضوا لمشاكل صحية او ما تعرضوش لمشاكل صحية، لو حصل لقدر الله طلاق فببدأ ان انا بعاني من مشكلة وجود بنتي المطلقة من جانب ووجود ابن ليها، وبالتالي ان الدولة بتكون مش بتضمن حقوقها لان احنا عندنا ممنوع زواج البنات اقل من 18 عام. بالرغم من ان السن القانوني للزواج من 18 او 20 عام، الا ان الزواج في هذه المرحلة او في هذا السن بيعرض المرأة عموما لمشاكل صحية واجتماعية ونفسية. الزواج المبكر للفتيات بيقلل من فرصة حصولهم على التعليم المناسب، وده بيؤثر على المرأة بشكل عام، زي مثلا ان هو بيؤثر على الفتاة في اختيار شريك الحياة او بيؤثر عليها في الحياة الزوجية عموما، وبعد الانجاب بيؤثر عليها في تنشئة الابناء، زي مثلا ان هي مش بتلاقي وسيلة كويسة او بتتبع الوسائل الحديثة في تربية الابناء، يعني البنت مش بتقدر تنشئ اطفالها نشأة صحية او نشأة صحيحة. اثبتت الابحاث الطبية ان السن المناسب للزواج والانجاب بالنسبة للاناث لا يقل عن 18 او 20 عام، حيث ان في هذا السن بيكتمل النمو الجسماني والنفسي للفتاة، وبتكتمل قدرتها على تحمل المسؤولية وتحمل اعباء الحياة.
في بعض الحالات التي تتزوج فيها الفتاة مبكرا أي قبل 18 عام أو 20 عام يجب عليها تأجيل حدوث الحمل الأول. بتبدأ الست إن هي تدور على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة واللي بتتناسب مع حالتها الصحية أو بتتناسب مع إن هي بتأجل فترة الحمل في العام الأول مثلا أو في السنوات الأولى من الزواج. من الآثار المترتبة على تعرض الفتاة أو تعرض المرأة بوجه عام إلى العنف إن الست بتبدأ تحس بالقلق والخوف والخوف من الآخرين، وبتخاف دايما من المستقبل، وبتحس بالعزلة الاجتماعية، بتبدأ ان هي يحصل لها حالة من القلق والتوتر، وبتبدأ تبعد عن الآخرين سواء كان الأسرة او اعضاء المجتمع بوجه عام. فالفتاة او المرأة بوجه عام بتبدأ تحس بالاتكالية او الاعتمادية، ان هي تبدأ تعتمد على الغير في تلبية احتياجاتها الأساسية او في تلبية احتياجاتها اليومية سواء كان في المنزل او في خارج المنزل او في المجتمع بوجه عام. وبتحس الست بعدم تقديرها لذاتها، ان هي بتحس دايما ان هي قليلة او ان هي مهمشة. بعد كده ان هي الست دايما بتكون مش واثقه في نفسها ولا واثقه في الاخرين، ودايما خايفه ودايما قلقانه ومتوتره، وده دايما بيأثر على حياتها اليوميه وبيؤثر على ابنائها وبيؤثر على كل افراد الاسره. بعد كده هنتناول موضوع مهم جدا وهو انماط الاتصال او التواصل. انا ازاي هعمل توعيه للاسره او توعيه للمجتمع بوجه عام مع اختلاف الفئات، سواء كانت الفئه هي اطفال زي مثلا اقل من 18 عام او بدايه للكبار من 18 عام لفيما فوق، سواء كانوا سيدات او سواء كانوا بنات صغيرين. هبدا اوعيهم عن طريق انماط متعددة. زي ايه الانماط المتعددة؟ زي وسائل الاعلام. هستخدم وسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة او المرئية. يعني ايه وسائل الاعلام المرئية؟ يعني انا هبدأ استخدم التلفزيون، ان انا هوصل رسالة معينة للاسرة مثلا، ان انا ببدأ اوعي الاسرة دي واقول لها ان ممنوع مثلا ان بنتك تتعرض لمثلا حالة تحرش او حالة اغتصاب، وان الاسرة تسكت على هذا الفعل. لازم الاسرة بتبدأ تتوجه ان هي بتدافع عن حقوقها وعن حقوق الاسرة بوجه عام. من وسائل الاعلام المكتوبة زي الجرائد والمجلات، زي مثلا ان انا بكتب مثلا في مجلة، بكتب جمل توعية بتكون خاصة بافراد الاسرة او خاصة بالمجتمع ككل. او من وسائل الاعلام احنا قلنا المسموعة والمكتوبة والمرئية. طب المسموعة زي ايه؟ زي الراديو، ان انا دلوقتي هبدأ انظم حلقات من الراديو، ببدأ اوعي الناس ان البنات ازاي يتجنبوا التعرض للعنف، او في حالة لو الست حصل لها عنف هتبدأ تواجه العنف ده ازاي، وتبدأ تدافع عن حقوقها ازاي، وتبدأ تواجه المجتمع والاسرة بوجه عام. غلط جدا ان انا بمتنع عن ان انا بقول ان انا تعرضت لعنف باختلاف اشكاله وانواعه. خلاص اتناقشنا في وسائل الاعلام، بعد كده هننتقل الى الاسرة. الاسرة هي من انماط الاتصال اللي انا هشتغل في التصدي للعنف او في مواجهة العنف. الاسرة هي بتمثل عنصر رئيسي او مكون رئيسي للتصدي للعنف، وقد تكون الاسرة سبب في حدوث العنف. زي مثلا ان انا بجوز بنتي في فترة مبكرة اللي هو قبل 18 سنة، فده بيعرضها للعنف. فهنا السبب الرئيسي بيكون عند الاسرة، ان انا تسرعت ان انا جوز بنتي وحرمتها مثلا من حقها في التعليم، وحرمتها من حقها ان هي تبدأ اما تتعلم هتبدأ تختار شريك حياة مناسب. بعد كده هنقول دور المؤسسات التعليمية. يعني ايه دور المؤسسات التعليمية؟ دور المؤسسات التعليمية هنا انا بقصد بيها من اول الروضة لحد الجامعات. الروضة اللي هي مرحلة التعرض للاطفال، اللي هم مثلا اطفال الروضة بيتعرضوا للعنف. طب العنف في الروضة بيكون متمثل في ايه؟ زي مثلا ان الاطفال بتمارس حاجة اسمها التنمر. يعني ايه التنمر؟ ان بيبدأ الاطفال يقولوا مثلا على زميلهم لفظ مش كويس، او ينادوه باسم معين، او يبدأوا يضايقوا الطفل التاني. بعد كده المدارس، زي مثلا المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والمدارس الثانوية، ان انا ابني لو تعرض للعنف باختلاف اشكاله وانواعه هيبدأ يتوجه لمين؟ سواء لازم يكون مختص، في مختص مثلا زي الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي، ويكون في مدير المدرسة بيتابع كل حاجة بتحصل في المدرسة. فانا ابني لو اتعرض للعنف مع اختلاف اشكاله بلاقي جهة مسؤولة، بقدر اروح واعرف ايه مشكلة ابني واقدر ان انا احلها.
بعد كده من دور المؤسسات الاجتماعية زي الجامعات ان انا بنتي لو تعرضت لأي حاجة لا قدر الله وببدأ ادور على حد مسؤول في الجامعة وببدأ اتوجه له عشان يحل المشكلة وبشوف اسباب المشكلة دي ايه وابدأ اتجنب ان انا ممكن اتعرض لحالة من حالات العنف زي دي تاني ولا لا. دلوقتي احنا قلنا وسائل الاعلام وقلنا ايه تاني، قلنا الاسرة وقلنا المؤسسات التعليمية، بعد كده هندخل على دور الائمة والمشايخ او دور المساجد والكنائس. طبعا احنا الدين بيكون ليه دور مهم وكل الاديان السماوية حست على ان احنا صعب جدا بالنسبة لنا او من الافعال اللي هي مش مقبولة عندنا في الدين باختلاف الاديان السماوية ان احنا نأذي غيرنا. وعرفنا ان العنف هو اي ضرر مادي او معنوي، سواء كان الضرر ده مادي بيتمثل في الضرب باشكاله وانواعه او سواء كان معنوي اللي هو بيأثر على نفسيتي او بيأثر على حالتي النفسية والعاطفية. هستخدم ايه في انماط الاتصال عشان اوعي الاسرة بوجه عام والاطفال بوجه خاص؟ هبدأ استخدم ايه في انماط الاتصال؟ اقدر اعمل ايه عشان اوعي الاسرة ان هي تتجنب حالات العنف؟ هبدأ اعمل ندوات تثقيفية للاسر دي، علشان مثلا هعمل ندوات للمقبلين على الزواج، بقدر اعرف البنت دلوقتي انت المفروض بتختاري شريك الحياة ده بناء على ايه، المواصفات اللي المفروض تكون متوفرة فيه وايه المواصفات اللي ما ينفعش اكمل اول ما اشوفها. بعد كده بعمل ندوات تثقيفية للفتاة او للمرأة عند حدوث الانجاب ان هي خلاص اتجوزت، وبعد كده ببدأ اعمل لها ندوات تثقيفية عشان ابين لها اساليب التربية الحديثة، ازاي انا هعرف اربي ولادي تربية حديثة او تربية جيدة بحيث ان هم يبقوا اصحاء نفسيا في العموم عشان يقدروا يفيدوا الأسرة بوجه خاص والمجتمع بوجه عام. بعد كده هبدأ أوفر مؤسسات عشان تلبي احتياجات الأسرة واحتياجات أفرادها، سواء كانت الاحتياجات دي اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو عاطفية. زي مثلا النفسية والعاطفية إن أنا ببدأ أوفر مراكز للطب النفسي، إن أنا خلاص لو أنا عندي مشكلة سواء كانت في حياتي الأسرية قبل الجواز أو بعد الجواز ببدأ إن أنا يكون في جهة مختصة لو أنا تعرضت لأي نوع من أنواع العنف أو أي شكل من أشكال العنف ببدأ أتوجه إلى المؤسسة دي عشان تبدأ تساعدني في حل المشكلة. بعد كده هبدأ أحارب عمالة الأطفال، إن الأطفال لما بيخرجوا يشتغلوا في سن صغير ده بيعرضهم لحالات العنف اللي ممكن يتعرضوا ليها، زي مثلا من زملائهم في العمل أو من مديرهم في العمل أو مع أفراد المجتمع بوجه عام. يبقى أنا دلوقتي لازم أحارب ظاهرة العنف عشان أتجنب العنف اللي بيحدث لإيه؟ للأطفال. بعد كده هنتقل الى مرحلة تانية، ان انا بعد ما عملت ندوات تثقيفية سواء كانت للأسرة بأفرادها او للمجتمع بوجه عام هبدأ اعمل حاجة تانية، ان انا بلبي احتياجات الأسرة النفسية والاجتماعية والاقتصادية بوجه عام. عموما في الأسرة لازم اراعي مبدأ المساواة. يعني ايه مبدأ المساواة؟ يعني ما ينفعش افضل مثلا ولادي الذكور عن ولادي الإناث او افضل ابني عن بنتي، زي مثلا ان انا المساواة بين الابناء ده بيولد بينهم الحب عموما والتعاطف عموما وبيبدأوا ان هم يساعدوا بعض. لو في مثلا ان انا مراعيتش مبدأ المساواة ده بيولد عندهم الكراهية والبغضاء، وده بيؤدي الى ممارسة العنف في الأسرة وممارسة العنف خارج الأسرة. بيبدأ الأطفال إن هم يمارسوا العنف بينهم وبين بعض أو بيمارسوا خارج الأسرة. بعد كده بتجنب الأسباب اللي هي بتوصل إلى حدوث العنف. من الأسباب اللي بتوصل لحدوث العنف إيه هي؟ زي مثلا إن أنا ببدأ أجوز بنتي لحد كان متزوج قبل كده، اللي هو مبدأ تعدد الزوجات. ما ينفعش خالص إن أنا أعمل حاجة زي كده، تعدد الزوجات ده بيولد كراهية بين الأبناء وبين الزوجات وبيؤدي إلى ممارسة العنف بيكون داخل الأسرة وبيكون خارج الأسرة. فكده أنا مش بربي ولادي تربية سوية. من الحلول المقترحة للتصدي للعنف زيادة الوعي الثقافي بين المواطنين. يعني ايه بزود الوعي الثقافي بين المواطنين؟ يعني انا ببدأ اعرف المواطنين يعني ايه هي ظاهرة العنف وايه اسباب العنف وازاي هقدر اواجه مشكلة العنف وازاي لو انا تعرضت لحالة من العنف بقدر ادافع عن حقوقي ازاي وابدأ اشوف الجهات المسؤولة واتوجه اليها ازاي.
بعد كده بوفر الخدمات العلاجية والإرشادية للأسرة أو لأفراد المجتمع بوجه عام. يعني إيه الخدمات العلاجية والإرشادية؟ الخدمات الإرشادية بتتمثل في الإرشاد الأسري لأفراد الأسرة، إن أنا ببدأ أوعي الأسرة بإيه هو العنف وإيه هي الطرق اللي أنا بقدر أواجه العنف بيها أو أسبابه إيه أو أنماطه إيه، إن أنا لو اتعرضت لحالة عنف المفروض أعمل إيه، المفروض أفراد الأسرة يساعدوني إزاي، تشديد العقوبات المترتبة على القائمين بالعنف. يعني ببدأ أعمل تشريعات للقوانين اللي تحد من ظاهرة العنف، زي مثلا حالات التحرش وحالات الاغتصاب، إن أنا بفرض على المجني عليه أو القائم بفعل العنف ده بفرض عليه حكم، فبعد كده بينشئ أفراد المجتمع إن هم بيتجنبوا إن هم يمارسوا العنف على أي فرد في المجتمع بوجه عام. بنتقل إلى مساعدة الشباب على زيادة الوعي الثقافي عندهم، أو بزود من قدراتهم الذاتية وبقدر أساعدهم إن هم يحققوا أحلامهم. ومن الحلول المقترحة للتصدي للعنف إن أنا ببدأ أنبه الأسرة إن هي تراعي عدم التمييز بين الأبناء اللي إحنا قلنا عليه، اللي هو هتراعي مبدأ المساواة بين الأبناء، وهنبدأ نوعي الأسرة بتجنب الحماية الزائدة. يعني مثلا الأب والأم ما يبدأوش يخافوا على أولادهم من كل حاجة عمال على بطال. يعني إيه؟ إن هم مثلا يبدأوا يمنعوا الأطفال إن هم يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية أو في المناسبات الاجتماعية. لازم نسيب ولادنا يتعاملوا بكل شفافية مع أفراد المجتمع ككل. أيضا من الحلول المقترحة للتصدي للعنف اللي أنا هوجهها لمثلا المؤسسات بوجه عام، زي مثلا المؤسسات زي الجمعيات الأهلية أو مراكز النفسية أو مركز الطب النفسي أو مراكز الإرشاد الأسري. هبدأ أوجه لهم رسائل معينة يبدأوا يوجهوها للجمهور أو للأسر أو لأفراد المجتمع بوجه عام. أول حاجة هعرف عملية اسمها عملية التواصل. عملية التواصل يعني إيه؟ عملية التواصل، عملية التواصل هي عملية أساسية ببدأ أفهم بيئتي عن طريق عملية التواصل، سواء كان التواصل ده مباشر أو كان تواصل غير مباشر. عملية التواصل المباشر اللي أنا باجي أتكلم مع الناجي أو الناجية ده، بتكلم معاه وجها لوجه. يعني إيه؟ إن هو بيبدأ يتواجد معايا في المكان أو المؤسسة اللي أنا متواجدة فيها، وبيبدأ يحكي لي مشكلته، وببدأ أسعى إن أنا أحل له مشكلته وأخلصه من حالة العنف ان هو تعرض لها ومن الاثار اللي ترتبت على تعرض الحالة للعنف. اما عملية التواصل غير المباشر اللي هي بتكون مثلا عن طريق استخدامي للسوشيال ميديا، انما ان انا ببدأ اكلم الناجي او الناجية عن طريق السوشيال ميديا، زي مثلا واتساب او فيس او انستجرام او ايا كانت الوسيلة، فبيكون الناجي او الناجية مش متوافر معايا في المؤسسة. او من الانماط التواصل غير المباشر ان انا ببدأ اتكلم في التليفون، زي مثلا ان انا بستخدم الموبايل في ان الناجية من العنف او المتعرضة للعنف بتبدأ تحكي لي مشكلتها عن طريق التليفون او عن طريق مرافق ليها. المرافق ده قد يكون أحد أفراد الأسرة، أو تكون صديق أو صديقة بتثق فيها الناجية من العنف أو السيدة اللي تعرضت لحالة العنف. بعد كده هننتقل وهنقول من مكونات عملية التواصل. عملية التواصل دي بتتكون من إيه؟ مرسل ومستقبل ورسالة. يعني إيه مرسل ومستقبل ورسالة؟ المرسل هو الشخص اللي بيقوم بتوصيل الرسالة، أما المستقبل هي الناجية من العنف أو الست اللي تعرضت للعنف أو الأبناء اللي هم تعرضوا للعنف. بعد كده الرسالة، الرسالة هي المعلومات أو حل المشاكل اللي أنا بوجهها للحالة اللي هم الناجيات من العنف أو المتعرضين للعنف. ببدأ أوجه لهم الرسالة دي عن طريق معلومات، مثلا سواء كانت المعلومات دي مسموعة أو مكتوبة أو كانت مرئية. قلنا مثلا زي المسموعة زي الراديو، المكتوبة جرائد أو مجلات، أو ببدأ أكتب مثلا حل المشكلة في ورق وبديه للناجي أو الناجية. بعد كده من المرئية إن أنا ببدأ أوجه لها مثلا زي استخدام الفيديوهات أو استخدام التلفزيون.
بعد كده هننتقل إلى كيف تتم عملية التواصل. قسم علماء النفس الاجتماعي عملية التواصل وقالوا إنها بتتم عن طريق 5 عمليات. أول حاجة الإحساس وجمع المعلومات. عملية الإحساس وجمع المعلومات هو اللي أنا ببدأ فيها أحس إن في وجود مشكلة عند الناجي أو الناجية من العنف أو الست بوجه عام اللي بتتعرض إلى العنف. المرحلة الثانية هي مرحلة اختزان المعلومات، بتتم على مستوى إن أنا ببدأ بعد ما خلاص سمعت مشكلة الست ببدأ ان انا بخزن المعلومات. ممكن استخدم اكتر من وسيلة في تخزين المعلومات، زي مثلا ان انا بستخدم مثلا زي الاستمارة، ان انا ببدأ اكتب بيانات الست في الاستمارة وانا ببدأ بعد كده اخزن المعلومات في الذاكرة عندي. بعد كده بيكون في تفسير المعلومات، ببدأ اقيم المعلومات وبقيم الحالة بتاعة الناجي او الناجية بناء على سرد الحالة اللي اتعرضت ليها الست اللي قدامي دي. يعني هي مثلا اتعرضت للعنف كان عن طريق ايه وعن طريق مين وايه كانت اسبابه وايه اللي حصل لها. بتبدأ الست ان هي تحكي لي كل تفاصيل اللي اتعرضت لها، وبعد كده انا بفسر المعلومات بناء على كده. ببدأ اشخص الحالة اللي قدامي وايه الخدمات اللي هي محتاجها، سواء كانت خدمات علاجية او خدمات ارشادية. بعد كده مرحلة الاستدعاء والتذكر، بتتوقف القدرة على الاتصال الى مرحلة التذكر او استعادة المعلومات. اخر مرحلة هي مرحلة التحويل، ببدأ احول الحالة اللي هي جات لي للاماكن المختصة او للخدمات المتنوعة على حسب احتياجات الحالة. بعد كده هنبدأ نتناول مراحل إدارة الحالة. أول مرحلة هي مرحلة الاستقبال والتسجيل. يعني إيه مرحلة الاستقبال والتسجيل؟ أنا خلاص متواجدة في مؤسسة، أنا مثلا أخصائي نفسي متواجد في المؤسسة دي، المفروض أعمل إيه؟ إيه المواصفات اللي المفروض هتتم فيها مرحلة الاستقبال والتسجيل؟ يعني إيه مرحلة الاستقبال؟ يعني أنا ببدأ دلوقتي بستقبل الحالة اللي تعرضت للعنف، سواء كان طفل صغير أو طفل صغير أو امرأة تعرضت إلى العنف، مع اختلاف الأشكال والأنواع والسن بالنسبة للناجي أو الناجية. ببدأ أتعامل في مرحلة الاستقبال إن أنا لازم يكون عندي مختص في المؤسسة بتاعتي، لازم يكون اللي هيقوم بعملية الاستقبال هو شخص متخصص أو شخص مؤهل لاستقبال هذه الحالات. يعني مثلا ما ينفعش يجي للمؤسسة بتاعتي ست منهارة من العياط وتيجي إن هي تطلب المساعدة والشخص اللي بيقوم بعملية الاستقبال يبدأ يقول لها، يطلب منها مثلا ان هي تخرج خارج المؤسسة او انها توطي صوتها. ده كده غلط جدا. يبقى لازم الشخص اللي هيقوم بعملية الاستقبال لازم يكون شخص متخصص وشخص مؤهل. احنا شرحنا الاستقبال، بعد كده التسجيل. يعني ايه التسجيل؟ ان انا دلوقتي خلاص الست اللي دخلت عليا تعرضت للعنف او البنت الصغيرة او الطفل اللي جه وتعرض للعنف وجه للمؤسسة، انا ببدأ اقوم بعملية اسمها عملية التسجيل. يعني ايه التسجيل؟ ان انا دلوقتي ببدأ اخد البيانات الاساسية او البيانات الرئيسية عن الست او الطفل او الطفلة اللي جاي لي المؤسسة. البيانات دي بتكون متمثلة في نقاط هنتناولها فيما بعد. مرحلة التسجيل بيكون التسجيل مثلا زي ما يكون ان انا هسجل مثلا في استمارة، فببدأ اسرد المعلومات الشخصية وببدأ اكتب القصة للناجي او الناجية، ببدأ اكتب القصة تفصيلية. قبل ما اقوم بمرحلة التسجيل، في حالة لو الناجية كانت جاية ومعاها مرافق، ايا كان المرافق ده سواء كان من اعضاء الاسرة او من خارج اعضاء الاسرة او كانت صديق او صديقة، بطلب الاول من الناجي او الناجية ان انا بطلب منها اقول لها هل ينفع ان هي تحضر معانا في الجلسة ولا ما ينفعش ان هي تحضر معانا. لازم يكون في اريحية وفي ثقة بين اخصائي النفسي وبين الناجي او الناجية من العنف. بعد كده هبدأ ادخل في مرحلة التقصي وجمع المعلومات. يعني ايه مرحلة التقصي وجمع المعلومات؟ خلاص الست اللي جات لي دي اتعرضت لحالة العنف، او البنت اللي جات لي اتعرضت لحالة عنف، او اتعرضت لشكل من اشكال العنف مثلا على حسب نوع الخطورة، سواء كان خطورة شديدة جدا او خطورة متوسطة او خطورة بسيطة. ببدأ اعمل عملية التقصي وجمع المعلومات. ممكن استخدم اكتر من وسيلة في التقصي وجمع المعلومات، زي ما قلنا ان احنا بنراعي في التسجيل، بنكتب كل البيانات الرئيسية وبنكتب بنشرح سرد كافي لحالة السيدة اللي جات للمؤسسة.
ببدأ أعمل بعد كده إن أنا بجمع معلومات عن الست، ممكن أجمع معلومات عنها عن طريق الملاحظة، إن أنا ببدأ ألاحظ سلوكيات معينة وهي متواجدة معايا في الجلسة، زي مثلا إن أنا بلاحظ عليها حالة القلق والتوتر، أو مثلا بلاحظ عليها حالة إن هي ما عندهاش ثقة بنفسها. لو ترددت على المؤسسة مثلا ناجي أو ناجية من العنف، أو كان طفل صغير، أو كانت ست كبيرة، أو كانت فتاة أو امرأة بوجه عام وكان عندها حالة من التدني العقلي، زي ايه حالة التدني العقلي؟ ان انا لاحظت عليها ان هي عندها مستوى عقلي متدني، ببدأ اطلب منها ان هي لازم تعمل لي اختبارات القدرة العقلية، ان هي تعمل لي مثلا تقيس لي معدل الذكاء. في حالة ان السيدة عملت اختبار الذكاء وتوجهت الى المؤسسة، ببدأ اطلع على اختبار الذكاء. لو كان مثلا المعدل الطبيعي بالنسبة للانسان الطبيعي هو من 85 لفيما فوق، ببدأ اعرف ان الست دي هي عندها صحة عقلية ولا لا، او الطفل الصغير كذلك. وسيلة تانية ببدأ أجمع بيها المعلومات غير الملاحظة، إن أنا ببدأ أسأل عن الست دي بس بطريقة غير مباشرة. ما ينفعش أفصح عن مشكلة الست أو الناجية من العنف دي للجمهور، يعني بما معنى ما ينفعش أروح أقول تعرفوا الست فلانة الفلانية دي حصل معاها كذا كذا، لا ده غلط جدا. أنا دلوقتي ببدأ أجمع عنها معلومات بطريقة غير مباشرة، ممكن أجمع معلومات عن باقي أفراد الأسرة. طبعا الست ما بتتعرض لحالة للعنف ده بيأثر على كل أفراد الأسرة، سواء كانوا الأبناء أو الزوج أو الأب والأم. بعد كده هدخل في مرحلة تانية، أنا عملت مرحلة الاستقبال والتسجيل، وبعدين عملت مرحلة التقصي وجمع المعلومات. بعد كده هبدأ أقوم أراعي حاجات معينة عند التقصي وجمع المعلومات. في التقصي وجمع المعلومات ان انا مثلا ببدأ اجمع معلومات من الست نفسها، ببدأ اراعي ان انا بختار المكان المناسب عشان ابدأ اسمع الست دي، وابدأ اسمع مشكلتها وازاي هحل المشكلة وايه كان اسباب المشكلة دي. ببدأ مثلا ان انا بوفر لها مكان مناسب. يعني ايه مكان مناسب؟ ان انا ما ينفعش ابقى متواجدة في المؤسسة وبقوم بجلسة مثلا نفسية مع الست دي ويبدأ اي طرف من المجتمع بيدخل علي المكان اللي انا متواجده فيه. يعني لازم اوفر للست دي مساحات امنه. يعني ايه مساحات امنه؟ ان ما ينفعش راجل يدخل علي مثلا المكان اللي انا متواجده فيه وهي بتشرح لي مشكلتها بدون اي وجه حق، او اي حد من افراد المؤسسة. لازم افراد المؤسسة بيكونوا مش متواجدين في الجلسات، هو بيكون الاخصائي النفسي مع الناجي او الناجية من العنف في الجلسة، وبسأل الست اللي موجودة دي هل هي عايزة مرافق يسمع المشكلة ولا لا. بعد كده بدخل في مرحلة تفسير المعلومات، ان انا ببدأ افسر المعلومات اللي انا حصلت عليها، سواء كان ان انا مثلا سألت ناس عنها من اهل القرية او اهل البلد اللي انا الست متوجهة الى المؤسسة عن طريقها، او ببدأ مثلا ان انا بسرد المعلومات اللي انا اخدتها من افراد الاسرة او من الزوج او من الاب والام او من الصديق او الصديقة. ببدأ ان انا افسر المعلومات وابدأ اشخص حالة الست دي. الست دي حل مشكلتها هيكون ازاي، وحل مشكلتها هيتعمل ازاي، ازاي هقدر اواجه المشكلة اللي تعرضت ليها الست. في المرحلة دي بحدد مستويات الخطورة اللي الست تعرضت ليها، زي مستوى خطر شديد جدا، زي مثلا حالات الاغتصاب، فانا ببدأ اوجه الست ان هي لازم تتوجه الى مستشفى حكومي علشان تثبت مثلا الاعتداء اللي تم عليها، وبتبدأ تعمل محضر بعد كده في مركز الشرطة عشان ابدأ اقدر ارجع لها حقها ووجهها الى الجهات اللي هتبدأ تساعدها. بعد كده مستوى الخطر المتوسط، زي مثلا ان الست تتعرض للضرب او الاهانة من قبل زوجها او من قبل اي فرد من افراد الاسرة. احيانا ان انا لازم اقدم الحلول بما تتناسب مع ظروف الست اللي قدامي، بما يتناسب مع ظروف الناجي او الناجية من العنف دي. يعني ما ينفعش مثلا ست يكون عندها 5 أبناء وتيجي تقولي أنا تعرضت للضرب والإهانة من قبل زوجي مثلا، وابدأ أقول لها أنت دلوقتي لازم تتوجهي إلى أن أنت تتطلقي، ده غلط جدا. أنا بحل المشكلة بناء على ظروف اللي قدامي، ما ينفعش أفرض رأيي على الناجي أو الناجية من العنف، لازم أتعامل معاهم مع الحلول اللي هم عايزينها، وببدأ أسألهم أنا هقدر أساعدك بإيه، أنا هقدر أساعدك بإيه كأخصائي نفسي. بعد مرحلة تقييم مستوى الخطورة، سواء كانت الخطورة دي شديدة جدا او كانت خطورة متوسطة او كانت خطورة بسيطة،
بعد كده ببدأ أنتقل لمرحلة تقييم الخدمات اللي بتحتاجها الحالة، زي مثلا حالات الاغتصاب بتحتاج لخدمات صحية أو خدمات علاجية، ببدأ إن أنا أوجه الحالة زي دي إن هي مثلا لازم تتواجد في مستشفى علشان تبدأ تتعالج من الآثار الصحية أو الجسمية، وبعد كده ببدأ أوجهها إلى مركز للطب النفسي عشان أعالج الآثار اللي ترتبط عليها حالة الاغتصاب دي. بعد كده مرحلة المتابعة والإشراف. يعني إيه المتابعة والإشراف؟ خلاص الست الناجية دي أو الناجي من العنف جه للمؤسسة، وأنا بدأت إن أنا بدور لها على حل، وبدأت أتبع خطوات معينة في حل المشكلة أو في مواجهة العنف ده. ببدأ إن أنا أعمل إيه؟ في المتابعة والإشراف دي ببدأ إن أنا بتابع مع الست أول بأول الحلول اللي أنا حطيتها في البرنامج العلاجي بتاعي، يعني مثلا إن أنا ببدأ أعرف التوجيهات اللي أنا وجهتها للست، هل الست نفذتها ولا لأ، ووصلت لإيه. في الإشراف ببدأ إن أنا بشرف على الحالة دي، بفضل متواجدة معاها طول ما هي بتتردد على المؤسسة. طب في حالة لو الست دي ما حستش بثقة بيني وبينها، ببدأ إن أنا بوجهها إلى مختص تاني. بعد كده مرحلة إغلاق ملف الحالة، هي بتتمثل انها بتكون اخر مرحلة انا بقوم بيها في المؤسسة بتاعتي. يعني ايه اخر مرحلة؟ في المرحلة دي انا بعمل فيها ايه؟ بتأكد من الأهداف اللي أنا كتبتها في الخطة العلاجية، وبتأكد إن كل الأهداف اتحققت، وإن الناجي أو الناجية من العنف دي تخلصوا من حالة العنف وتخلصوا من الآثار المترتبة على العنف. بعد كده هننتقل إلى استمارة استقبال الحالات. الاستمارة بتكون إيه محتوياتها؟ أول حاجة في محتوى الاستمارة بكتب اسم المؤسسة اللي أنا موجودة فيها، اسم المؤسسة، وبعد كده بكتب مدير الحالة، وبعدين بكتب المشرف على الحالة. المشرف على الحالة هو الأخصائي النفسي، أما مدير الحالة هو مدير المؤسسة للست أو الناجية متواجدة فيها. بعد كده بكتب اليوم أو التاريخ عشان أبدأ أعرف الناجي أو الناجية من العنف ترددوا على المؤسسة من وقت إيه حتى نهاية الفترة العلاجية. ببدأ أعرف هو استغرق وقت قد إيه عشان يتخلص من حالة العنف دي أو يواجه حالة العنف ويتخلص من أثرها. ده فايدة إن أنا بكتب اليوم والتاريخ. بعد كده بكتب في البيانات العامة. بكتب إيه في البيانات العامة؟ بكتب اسم الناجي أو الناجية. ممكن لو الشخص مش عايز يصفح عن اسمه الحقيقي، ببدأ أكتب أول حرف من اسمه، أول حرف من الاسم بتاع والده أو باباه. بعد كده ببدأ أكتب الحالة الاجتماعية، هل الست دي أو الناجية من العنف دي متزوجة أم لا. ببدأ أكتب العمر، هل السيدة دي سنها قد إيه. ببدأ أكتب العمر بطريقة تفصيلية، عمرها قد إيه. ببدأ أكتب عدد الأبناء، لو هي عندها أطفال ببدأ أكتب أسمائهم وأعمارهم، وده هيفيدني طبعا في الخطة العلاجية. إن الست عموما بطبعها ما بتتعرض لحالة عنف بتبدأ تحكي لأقرب الناس ليها. أقرب الناس ليها بيكونوا مثلا زي الأبوين أو أفراد الأسرة أو الأبناء. ببدأ أكتب عنوان السيدة، العنوان اللي هي متواجدة فيه أو العنوان اللي هي عايشة فيه. ببدأ أكتب العنوان بطريقة تفصيلية، وبعدين بكتب وسيلة التواصل أو وسيلة الاتصال بيني وبين الست دي. الست دي أنا أقدر أتواصل بيها عن طريق إيه؟ زي مثلا لو وسيلة التليفون، ببدأ أكتب رقم تليفون ليها ورقم تليفون بديل. ببدأ بعد كده أكتب نوع العنف اللي تعرضت ليه الست ده كان نوعه إيه. بعد ما أكتب نوع العنف، ببدأ أكتب إن الست دي بتعيش في بيت عيلة مثلا أو بتعيش في بيت مستقل. ببدأ أكتب المستوى التعليمي للسيدة أو الناجية من العنف دي، لأن المستوى التعليمي ده هيفيدني في وضع الخطة العلاجية وهيفيدني مع التعامل مع الحالة بوجه عام. يعني مثلا مش هينفع أخاطب ست أمية زي ست مثلا معاها ماجستير أو معاها دكتوراه أو معاها مثلا بكالوريوس أو ليسانس أو معاها إعدادية أو ابتدائية. كل ست هتجيلي المؤسسة أو كل طفل أيا كان لازم أتعامل معاه على القدر التعليمي اللي هو بيتمتع بيه. ده فايدة ان انا بكتب المستوى التعليمي. بعد كده بكتب هل الناجي او الناجية من العنف ليها مرافق ولا لا. بكتب اسم المرافق ونوع المرافق ده ايه، او صلة القرابة اللي هو بيقرب للناجي او الناجية من العنف
ايه، ببدأ اكتب في البيانات العامة حاجة تانية، هل العنف ده كان مؤكد ولا لا. زي مثلا احيانا اما نكون متواجدين في وسائل المواصلات، احيانا بحس ان حد عمل تصرف معين ليا بس مش ببقى متأكدة. لو جات لي ست وشرحت لي حالة زي دي، ان هي مثلا كانت متواجدة في وسيلة مواصلات وحست مثلا ان هي تعرضت للتحرش او تعرضت لاي نوع من انواع العنف، ببدأ اتأكد هل العنف ده كان مؤكد ولا لا. في نفس الوقت انا لازم احسسها ان انا مصدقاها، حتى لو هي مش على حق لازم اكون مصدقاها، هي جايه لي عشان اساعدها، فمش لازم اوجه لها اي تهم او اوجه لها اسئله شخصيه. بعد كده لازم الست دي تكون واثقه فيا وهي تدلي بالمعلومات الشخصيه عنها وعن اسرتها. ببدا اكتب هل هي عايشه مع المعنف داخل الاسره ولا لا. احيانا بنتعرض للعنف من احد افراد الاسره، زي مثلا ان تكون السيده دي متواجدة في منزل عائلة، اللي هو منزل عيلة كبير، زي مثلا في الأرياف ان هي مثلا ممكن تكون بتعيش مع زوجها ووالده ووالدته واخواته وزوجاتهم. ببدأ أتأكد هل المعنف ده موجود داخل أسرة السيدة اللي تعرضت للعنف أو الفتاة التي تعرضت للعنف ولا لا. بما معنى إيه؟ إن أحيانا بيكون المعنف هو أحد أفراد الأسرة، زي عندنا في الريف مثلا إن الست عموما أو بوجه خاص شوية في أقلية إن الست بتكون عايشة ببيت مستقل. أحيانا بتكون الست دي متواجدة في منزل عيلة، زي مثلا تكون عايشة مع زوجها مثلا ووالده ووالدته وأخواته وزوجاتهم. فببدأ ان انا ابحث واكتب هل الست دي بتعيش مع المعنف داخل الاسرة ولا لا، واسم المعنف ده ايه، ونوع القرابة بينه وبين الست دي ايه. بعد كده ببدأ اكتب الاثار المترتبة على التعرض للعنف من قبل الناجي او الناجية. ببدأ اكتب الاثار اللي الست دي اتعرضت ليها، هل ما هي اتعرضت للعنف ده اثر عليها في ايه، واثر على افراد الاسرة في ايه. وببدأ اخد معلومات من افراد الاسرة. وطبعا زي ما احنا قلنا ان انا بكتب عدد الابناء للسيدة دي، بكتب عدد الابناء كانوا كام واسمائهم ايه وسنهم ايه، لانهم هيشاركوا معايا في الخطة العلاجية اللي انا بحطها. بعد كده بكتب ملخص الحالة. في ملخص الحالة انا ببدأ اسمع الست بأريحية جدا، وابدأ احسسها بالامان، ولازم تكون واثقة فيا وبتتعامل معايا بأريحية تامة. ما ينفعش اوجه للناجي او الناجية من العنف اسئلة شخصية. انا ببدأ اكتب سرد الملخص الحالة بطريقة تفصيلية، لان الكلمة هتفرق معايا في الخطة العلاجية. بنتقل بعد كده الى النقطة ان انا بكتب الاجراءات اللي تم اتخاذها مع الحالة، زي مثلا في الحالات الخطر او الحالات الشديدة جدا، ان انا مثلا ببدأ احول الست الى مستشفى مثلا حكومي، او ان هي تعمل تقرير طبي، او ان هي تتوجه للمجلس القومي للمرأة، او تتوجه الى مركز الشرطة. ببدأ اكتب الاجراءات اللي تم اتخاذها لحد الوقت الحالي. بعد كده بكتب درجة الخطورة، هل درجة الخطورة دي شديدة جدا، او هل هي متوسطة، او هي بسيطة. وبكتب هل الست دي بتحتاج الى خدمات متعددة ولا لا، وبذكر نوع الخدمات اللي هي بتحتاج اليها. بعد ما حدد الخدمات المتعددة اللي بتحتاج اليها الحالة، ببدأ احول الحالة الى الخدمات اللي بتحتاج اليها، زي مثلا اما تكون عايزة تتحول مثلا الى محامي مثلا، او بتتحول الى مركز الشرطة، او للمجلس القومي للمرأة، أو للمستشفى، أو لأي خدمة الحالة دي محتاجاها. من المبادئ التي يجب أن نراعيها في التعامل مع المعنفين أو الناجين من العنف أو الناجيات من العنف العديد من المبادئ. أول حاجة مبدأ الاحترام. يعني إيه مبدأ الاحترام؟ مبدأ الاحترام هو بيقوم الأخصائي النفسي أو مقدم الدعم النفسي باحترام حقوق الآخرين، وبيحترم الحقوق والواجبات اللي هي بتكون على الأخصائي النفسي والناجي والناجية. يعني إيه بقى؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ان هو هيراعي مبدأ الاحترام ده، بيحترم القيم والعادات والتقاليد بتاعة الناجي او الناجية من العنف. يعني مثلا لو جالي ست معرضة لحالة من العنف وليها معتقد معين، لازم احترم معتقداتها او قيم او عادات التقاليد او العادات والتقاليد السائدة في مجتمع الناجية من العنف او السيدة المعنفة. تاني مبدأ هو مبدأ السلامة. يعني ايه مبدأ السلامة؟ ان انا بوفر مساحات آمنة للناجين من العنف او الاشخاص اللي هم معنفين او المعنفات،
قلنا مبدأ الاحترام وقلنا مبدأ السلامة، هننتقل إلى مبدأ عدم التمييز، بما معنى إن أي سيدة توجهت إلى المؤسسة لطلب الدعم النفسي أنا بتعامل مع أفراد المجتمع معاملة سواسية. يعني ما ينفعش أفرق بين شخص غني وشخص فقير، أو أفرق بين شخص صغير وشخص كبير. في حالة لو جالي طفل المؤسسة ببدأ أعمل إيه؟ ببدأ أتعامل مع الطفل وأسمعه في سرية تامة، وبعد كده ببدأ أعمل استدعاء لأفراد الأسرة أو الأب والأم. رابع حاجة مبدأ المصارحة، ببدأ أصارح الناجي أو الناجية من العنف أو المعنفة، ببدأ أصارحها بالإمكانيات المتوفرة في المؤسسة، وابدأ أعرفها إيه الأدوار اللي أنا هقدر أقوم بيها، وإيه المساعدات اللي أنا هقدر أقوم بيها وأساعد بيها الست دي، إيه الحلول اللي في إيدي، وببدأ إن أنا ما ينفعش أفرض عليها حل، لازم الحلول بتكون بتتناسب مع الحالة الموجودة معايا في المؤسسة. خامس مبدأ من المبادئ هو طابع السرية. يعني إيه بستخدم طابع السرية مع الناجي أو الناجية من العنف أو المعنفين؟ بستخدم طابع السرية يعني ما ينفعش أعلن أي حالة بتجيلي المؤسسة، ما ينفعش أعلنها للجمهور أو أدلي بأي معلومات شخصية عن الحالة اللي بتتردد عليا في المؤسسة. كيفية دعم الأطفال أو المراهقين اللي هم بيكونوا تحت سن 18 سنة، إزاي أدعمهم في حالة لو طفل تردد عليا في المؤسسة أو طفل لو تعرضوا لحالة أو شكل من أشكال العنف؟ أنا ببدأ أتعامل مع الطفل ده إزاي؟ أول حاجة بتعامل مع كل طفل بإنصاف، ممنوع منعا باتا إن أنا بوجه للطفل أسئلة شخصية، أنا بسيبه يتكلم براحته، ممنوع أستخدم قرارات أو إجراءات نيابة عن الطفل، وبعامل كل طفل بإنصاف وبضمن سلامة الطفل من حيث تجهيز المكان. تجهيز المكان بالنسبة للأطفال بيكون مختلف عن الكبار شوية، علشان الطفل يتعامل معايا بأريحية ويبدأ يحكي حالة العنف اللي هو تعرض لها، ببدأ أجهز المكان. بيكون المكان بالنسبة للأطفال يكون المكان خالي من المشتتات، يعني ما يكونش فيه مشتتات كتيرة في المكان، علشان الطفل يقدر يتكلم معايا وهو مستمع إليا، وأنا بقدر أسمع كل مشكلته بأريحية تامة. يعني ايه؟ ان المكان ما يكونش فيه مشتتات كتير زي الصور والالوان الكتير. بعد كده بعد ما بضمن سلامة الطفل وبوفر له المكان المناسب، ما ينفعش زي ما قلنا ان انا اتخذ اجراء او قرار بناء على الطفل، وما ينفعش كمان ان انا اصدر حكم على الطفل، لازم اسمع مشكلته للاخر، وما ينفعش ان انا اصدر اي احكام تخص الطفل او اسرته. قبل ما ببدأ بحل المشكلة بستدعي اولياء امور الطفل لو كانت الحالة تسمح بده، زي مثلا ان انا بستدعي الاب او الام او اي حد من الاسرة بيكون ليه سلطة على الطفل ده. لازم الطفل بيشعر بالراحة ويكون واثق فيا ان هو يقدر يحكي لي المشكلة بأريحية تامة. في حالة لو الطفل ما كانش واثق فيا او مش مرتاح للكلام معايا، ببدأ احوله لمختص معايا في المكان، وبيكون اخصائي نفسي يبدأ يتعامل مع الحالة. في حالة لو الطفل واثق فيا، ببدأ ان انا ممنوع ان انا اوجه له اي اسئلة، يعني ليه ده حصل وامتى ده حصل وعشان ايه وايه هي الاسباب. انا بسيب الطفل هو اللي بيحكي المشكلة، لكن مش بوجه له اي اسئلة. ولازم اراعي مبدأ السرية، ما ينفعش احسس الطفل ان انا هحكي مشكلته لوالده مثلا ووالدته، انا بعمل ده بعيدا عن الطفل شوية علشان الاسرة تساعدني في حل مشكلة الطفل ده او في التخلص من الاثار اللي ترتبت على تعرض الطفل لحالة العنف. زي مثلا ان انا بحافظ على سرية المعلومات، ان انا ما ينفعش اقول المعلومات عن اسرة الطفل او الطفل نفسه للجمهور. بستخدم لغة الجسد، ولغة الجسد هنا بتساعدني في التعامل مع الطفل، ان انا بقدر اقرر هل الطفل ده هينفتح ويقدر يتكلم معايا بثقة ولا لا. بستخدم عبارات المواساة، يعني ما ينفعش ان انا القي اللوم على الطفل واقول له عشان انت عملت كذا فحصل لك كذا، او مثلا لو كان الطفل اقول لها مثلا عشان انت بتلبسي كذا فحصل لك كذا، ده ممنوع. انا لازم ابقى واثقه في اللي قدامي، ولازم يتوافر عندي حاجة اسمها الجدة والابتكار. يعني ايه الجدة والابتكار؟ يعني لازم اراعي ان انا لما اجي اقدم حل لازم ابتكر في الحلول بما يتناسب مع الحالة. بعد كده هننتقل الى مواصفات مقدم الدعم النفسي او مواصفات لازم تتوافر في الاخصائي النفسي. اول حاجة ان يكون معتدل في مظهره، يعني يكون في شكله يكون مناسب بعيدا عن الابهار، يعني مثلا ما يكونش بيلبس هدوم مثلا ماركات جامدة قوي او بيلبس
بيلبس لازم يكون بيتبع مبدأ الوسطية في مظهره. تاني حاجة يكون الشخص محترم في مظهره. بعد كده يكون متحرر من أي نوع أو من أشكال التعصب الديني، يعني يكون لا يكون يعني الشخص ده ما ينفعش يكون بينتمي إلى أي جماعة دينية أو معتقد بأي جماعة دينية وبيؤمن بيها. أن يكون مقدم الدعم النفسي أو الأخصائي النفسي، بيراعي الصالح العام وبيعمل على تنمية المجتمع. أن يراعي مقدم الدعم النفسي أو الأخصائي النفسي أن يعمل إلى الصالح العام ويعمل على تنمية المجتمع، ويعمل على زرع العادات والتقاليد السليمة في أبناء المجتمع أو في الناجين أو الناجيات من العنف أو المعنفين أو المعنفات. السرية وعدم الإصفاح عن أي معلومات بتخص الحالات اللي بتلجأ إليها المؤسسة، زي مثلا إن أنا ما ينفعش أبدأ أنشر معلومات شخصية خاصة بالمعنفين أو المعنفات إلى الجمهور أو إلى الأعضاء المؤسسة أو العاملين بالمؤسسة. بعد كده لازم يتوفر في مقدم الدعم النفسي أو الأخصائي النفسي إن هو بيبدأ ما ينفعش مثلا إن أنا كأخصائي نفسي أو مقدم الدعم النفسي إن أنا ما أعملش مصارحة للحالة بتاعتي. لازم أبقى صريح مع الحالة. يعني إيه أبقى صريح مع الحالة؟ يعني لازم أقول للحالة إيه الخدمات اللي أنا هقدر أقدمها للحالة دي من ناحية الإمكانيات بتاعتي ومن ناحية وقتي ومن ناحية إمكانيات المؤسسة ووقت المؤسسة. يصدر مقدم الدعم النفسي أو الأخصائي النفسي أحكامه أو تشخيصه أو تقييمه للحالة بناء على الاختبارات، ولازم أن تكون الاختبارات دي بتخضع إلى الصدق والثبات. وبكده نكون انتهينا النهاردة من شرح العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر. إن شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمة عن معلومات مهمة جدا هتستفادوا بإذن الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. كان معكم هدى جميل استشاري علم النفس والاجتماع.